هل الدخان ناقض للوضوء؟ الدخان الذي يراد به التبغ وما يفعله بعض الناس من تناول هذه المادة الخبيثة وإدخالها في أجوافهم وأحشائهم، هذه عادة قبيحة، والدخان مادة محرمة لما فيه من الأضرار الظاهرة والباطنة التي قررها الأطباء وظهرت آثارها على المدخنين علانية. فتناول الدخان حرام لأنه خبيث ولأنه مضر ولأنه منفذ للمال بغير فائدة، لكن من تعاطاه وشربه فإنه يكون عاصيا وآثما، ولكنه لا ينقض الوضوء لأن نواقض الوضوء معروفة ومحددة، وليس منها شرب الدخان، وليس كل معصية تنقض الوضوء، وشرب الدخان معصية ومحرم وفيه إثم لكنه لا ينقض الوضوء.